السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راهو ثاني من أيام رمضان، يعني الشهر المعظم أو الشهر الكريم. فتحياتي لكم من هنا من أمريكا. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. فرمضان كريم، إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا، ربي يتقبل الفطور والسحور، الصيام والقيام. دونك يعني اليوم رانا 14 أفريل 2021. عندي بزاف ما درت لكمش فيديو، لانه صراحه لا يوجد جديد، كما يقولوا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. يعني صراحه لا يوجد جديد، ولا في الهجره ولا في اي امور يعني تاشيره، بسبب الكوفيد وبسبب حظر التجوال وكذلك الكونفينمو وقوانين اللي استعملها هذه الدول اللي تشجع على الهجره، او الدول اللي الناس تهاجر منها، مثل مثلا الجزائر. او يعني الجزائر على كل حال لحد الان هي مغلوقه، يعني تقدر تخرج ولكن بشروط، ولكن ما تقدرش تدخل إلى الجزائر. وكذلك الدول العربية أو الدول الأخرى اللي هاجروا منها الناس. ومن جهة أخرى يعني أمريكا لا توجد فيها سياحة إلا يعني سنة 2022. ففي المرات الماضية قلت بأنه أي شخص راه حاب يدير يعني تأشيرة سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية راح يوجد المواعيد الخاصة بتأشيرة السياحة بعد ملء دي اس 160 ابتداء من يعني 2022، يعني جونفي 2022. فيما يخص القرعة الأمريكية لا يوجد جديد. يعني فيما يخص 2020، كل الناس راهي تنتظر قرار القاضي مهتا. 2021 راهي تمشي ببطء، و2022 يعني هي 8 ماي على حسب راهم يقولوا 8 ماي 2021. هذا فيما يخص نتائج قرعة 2022. فيما يخص الهجرة، يعني الناس اللي هتجي من الجنوب الامريكي، يعني من ولايه تكساس، الناس اللي راهم يدخلوا، فكما راكم تشوفوا في اليوتيوب او في السوشيال ميديا او قنوات التلفزيونيه، فالناس راهي تدخل، وهذا بعد اذن الاداره الامريكيه. هما يهتموا، او الاداره الامريكيه الحاليه تهتم، يعني التارجت تاعها، يعني الهدف تاعها هو اللاتينيين، يعني اصحاب الامريكي، سكان امريكا الوسطى وسكان امريكا الجنوبية، وهذا لدعم حزبهم اللي هو الحزب الديمقراطي في انتخابات مقبلة إن شاء الله، إن كان للعمر باقية. دونك الموضوع تاع هذا الفيديو اللي هو ماهوش طويل على كل حال، ولكن ممكن يهمكم، وثقافة عامة، ونخرجوا بنتيجة اللي راح نتحدثوا عليها في خلال هالموضوعين. فالموضوع الأول يتعلق باللقاح اللي هو جونسون أند جونسون، آخر لقاح تم إنتاجه وتطويره هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فالحكومة الأمريكية تقوم بإجراءات لوقف هذا اللقاح لسبب أضرار صحية ناتج عن استلام هذا اللقاح. فاللقاح جونسون أند جونسون هو لقاح، هو آخر لقاح خرج كما قلت لكم، يستعملوه عن طريق بجرعة واحدة فقط. هما كيف يديروا ينجيكتيو، يعني يديروا لك عينات من الفيروس تاع الكوفيد 19، ولكن غير قابلة للتكاثر في الجسم تاعك أو في الدم تاعك. فلهذا لما الانسان يديروا له هذا الفاكسين هذا او هذا اللقاح او التطعيم، يعني لما يدخل له الفيروس كوفيد 19، فالجهاز المناعه تاعك او الجسم تاعك يعرف بانه كوفيد 19، لانه هو معتاد عليه عن طريق هذا اللقاح، فراح يحميك من اضرار هذا اللقاح، وهو بجرعه واحده مش كما الاخرين، يعني استرازينيكا ولا سبوتنيك او فايزر او موديرنا كذلك. فهنا في امريكا عندها يعني بعض، يعني عندها ايام هكذا محدوده، يومين وثلاث ايام ما شفتش على كل حال، اصيب سته اشخاص بالبلاد كات، يعني كيش يقولوا انتم لي كايو دو سون، لي كايو دو سون، عن طريق يعني لما داروا لهم هذا الفاكسه هذا السته، واحده منهم يعني واحد من الاشخاص هذا واحده منهم ماتت. وهذا حدث نفس الشيء مع لقاح اللي كنت حدثت عليه ودرت فيديوهات سابقه وتقدروا تروحوا تشوفوها، استرازينيكا. استرازينيكا قلت بانه طوراته خدماته، يعني صنعته مخابر بريطانيه وسويديه، وطوروه في جامعه اوكسفورد البريطانيه. استرازينيكا ثاني دار مشاكل خاصه بالليكايو دو سون، ناس كبار وكذلك حتى صغار في مختلف انحاء العالم، خاصه في اوروبا، لحقت حتى افريقيا مثلا الكونغو، او في اسيا مثل كوريا الجنوبيه واليابان
وكما قلت أوروبا يعني فيها بلجيكا، هولندا، النرويج، السويد، الدنمارك، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا. دونك هذا يعني قالوا باللي ماشي مليح، وخرجوا علماء وخبراء في منظمة الصحة العالمية وقالوا باللي لا، لقاح أسترازينيكا مليح. والآن صار نفس الشيء مع اللقاح هذا تاع جونسون اند جونسون، لأنه صراحة اللقاحات اللي على حسب واش راني نقرا واش راني نشوف، اللقاحات اللي راهي الآن تحتاج إلى تطوير، لأنه اللقاحات اللي صنعوها الآن اللي خرجوها هي ضد كوفيد 19. كوفيد 19 هذا أساسا هو راح كاع، واش بقى دوكا؟ بقات سلالات جديدة، السلالة اليابانية، السلالة البريطانية، البرازيلية والجنوب أفريقية. فاللقاحات هذه ما تقدرش تقاوم هذه السلالات أو هذه الطفرات الجديدة تاع الكوفيد 19. ف راهم يحاولوا يوجدوا لقاح آخر، وهذا الموضوع انا مش ما يهمنيش الموضوع، انا ما نعرفوش مليح لانه انا لست طبيب ولا خبير، فقط هذه معلومات راني شاركها معكم، ممكن ما تشوفوهاش او ممكن الناس حابه تتاكد، وراح نحاول نحط لكم المصادر في الروابط في صندوق الوصف. دونك هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني هو انه عندها يومين في ولايه مينيسوتا، يعني في مينيابوليس، تم يعني إطلاق النار، يعني شرطة قامت بإطلاق النار على شاب أسود البشرة سنه 20 سنة ومات، لأن هذا الشخص على حسب المصدر اللي حنحطه لكم تم توقيفه وطالبوا منه الخروج من السيارة. لما خرج وتحقوا من الهوية تاعو منه، على حسب بعض المصادر تقول بأنه كان يعني مبحوث عليه، كان كما نقولوا احنا يحوسوا عليه الشرطة. فلما قالوا له ما تروحش السيارة، هو راح ورجع للسيارة وحاولوا يهضروا معاه يعني، ولكن ما حبش يسمع. فالشرطية هذيك شرطية الله أعلم، في عوض باش تخرج يعني التازر اللي هو يعني آلة يعني سلكية يعني باش يوقفوه، خرجت السلاح ورصاصة واحدة طيرت عليه وهو كان يسوق سيارة ودخل في مبنى. وهذا الواقع، هذه الحادثة وقعت بالقرب من مركز الشرطة اللي راهم يسجنوا فيه هذاك الشرطي شوفين اللي قتل الشخص الأسود السنة الماضية في ماي 2020 اللي هو جورج فلويد، واللي عائلته تحصلت على تعويض ب 28 مليون دولار، والآن ما زالهم يشرعوا له. هذا الشرطي عنده تهمتين، القتل العمدي، عنده تهمة القتل وتهمة القتل غير عمدي. فمحامين تاع الشرطي يقولوا بأنه وفاة جورج فلويد كانت عن طريق يعني سبب، كانوا سببين، السبب الأول هو عنده أعراض أو أمراض في القلب، والسبب الثاني يقولوا بأنه كان متناول مخدرات أو كوكايين أو غبرة. ولكن الطبيب الشرعي اللي حل الجثة اللي دار الأوتوبسي يقول أنه الموت تاعو كانت مشكلة تاع تنفس، ما قدرش يتنفس. لماذا؟ لأنه الشرطي كان حط لو جنو تاعو يعني الركبة تاعو على رقبة، على رقبة تاع جورج فلويد لمدة 9 دقائق و29 ثانية. دونك صارت نفس تقريبا نفس الحادثة. فخرجوا الناس داروا مظاهرات وداروا 1000 لافتات مكتوب يعني لازم معاقبة أو إعدام الشرطة العنصريين القتلة، هما اللي راهم يقولوا يعني، وكذلك راهم يقولوا يعني لا جوستيس كما نقولوا احنا، العدالة العدالة. وبدأوا يقولوا يعني في اللافتات أنهم ما مش عايشين بسلم وبحرية وبعدالة. ولكن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج يوم الاثنين وتحدث يعني قال باللي لازم كيفاش نقولوا احنا يعني لازم البروتستاسيون هذو يكونوا يعني بيسفول، لأنه قاموا بكسر وضرب الشرطة وكذلك سرقة بعض يعني الحيوان المحلات، وكذلك أصيب بعض عناصر الشرطة، وتم اعتقال حوالي 40 شخص على حسب المعلومات اللي راح تلقاها في المصدر هنا في صندوق الوصف. دونك باش نختموا هذا الفيديو، هذه نولوا للميديا والسوشيال ميديا باش تعرفوا باللي رانا دائما نقول لكم باللي السوشيال ميديا والميديا يعني وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام
هي اللي راح تحرك هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، ليس فقط في امريكا او في اوروبا او في الجزائر، كل العالم، خاصه وسائل التواصل الاجتماعي. فانتم الان هذه المعلومات اللي اعطيتها لكم ممكن ما سمعتوهاش، لانه هذه الوسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام تحبك تسمع وتحبك تشوف واش يحبوا هما. بعض الناس يقولوا لي كيفاش هذا، لانه يستهدفوا الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرفوا الناس واش تحب، والناس واش تحب تشوف، خاصة هذو فيسبوك وشركة أمازون وجوجل وإنستغرام والواتساب، هذو يعني يعرفوك حتى يعني كيفاش تفكر. فلما تشوف، لأنه كانوا نعطيكم بك فقط يعني مثال، أنه أسبوع قبل هذه الحادثة تم قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في نورث كارولينا، هي أشخاص لعائلة، يعني طبيب عنده عائلة تاعو، شخص واحد قتلهم في 6 في نورث كارولينا. ولكن على بالي واحد، 99% الناس ما سمعوش. لماذا ما سمعوش؟ لأنه الإعلام ما يحبكش تسمع هذه الأمور، ما يحبكش تسمع هذه الحكايات، يحبك تسمع حكايات واحدة أخرى. ونفس الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساوش أنه في شهر أفريل، بداية شهر أفريل، تم كما نقولوا احنا يا هاكر، يعني 550 حساب في الفيسبوك تم يعني سرقة المعلومات. هو ليس لم يسرقوا المعلومات هذه من اجل يعني يقولوا الفضائح او الشير او البارتاج في السوشيال ميديا، لا، يسرقوا المعلومات باش يبيعوهم للشركات، وهي الغرض هو تجاري، باش يعرفوا الذوق تاعك، يعرفوا واش تحب واش ما تحبش، واش من الفيديوهات اللي تشوفهم، واش تحب تلبس، وين تحب تروح. فهي كلها امور تجاريه تجاريه وتجاريه. فالاعلام في العالم والسوشيال ميديا هذه يعني تغيرت الفكر تاعك وغيرت حياتك. انت لم تصبح يعني انسان مخير، اصبحت مجبر ولكن ما تحسلهاش. وكذلك لو كانت أكدتوا وتروحوا تأكدوا تشوفوا يعني في التلفزيون، لما يكون فيلم أو مسلسل الشركة تشوف معظم شو نقول إحنا الببليسيتي أو الإشهارات، هي هنا في أمريكا مثلا، في أمريكا هي عن الدواء، يحكوا غير عن الدواوي، لأنه المال راهو مع الشركات هذو لبرودوي باراميديكال ولا برودوي فارماسيوتيك، لاندستري فارماسيوتيك، الصناعات الصيدلانية أو صناعات الأدوية، هي أكبر شركات لتدخل الأموال. فلهذا مثلا هنا في أمريكا لما تكون تشوف فيلم أو مسلسل أو الأخبار أو أي حاجة، لما يديروا الإشهار على الأقل، إذا كانوا 5 إشهارات على الأقل 3 يديروهم تاع الأدوية، حتى الإنسان ولا يتوسوس، يروح يجري للطبيب ولا يجري للفارماسيان يشري الدواء. فباش نكمل هذا الفيديو، الإعلام كما قلت لكم، كما نحكي الإعلام بصفة عامة، وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة تستهدف الناس وتغير حياتهم وتغير أهدافهم وتغير نظرة تاعهم للأمور والأشياء وللسياسة. ففي 2016 هنا في أمريكا كل الناس كانت متوقعة أنه اللي راح يفوز بالانتخابات الرئاسية هي هيلاري كلينتون، ولكن فاز دونالد ترامب. فمواقع التواصل الاجتماعي والميديا تقدر تعرف الناس عليهم راح تنتخب. هذه صراحة نعم، ممكن بعض الناس يقول لك شو راك مهبول ولا راك تكذب. نعم، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تقدر تعرفك انت وش راح تفوتي كيفاش، لانه انت راك في داخل في مواقع التواصل الاجتماعي وتمد المعلومات تاعك وتبارطاجيها وتشوف فيديوهات، ويعرفوا حتى كم من ثانية شفت فيها فيديوهات في النهار، او يعرفوا حتى شحال من نجام درت في فيديوهات تاع الفيسبوك ولا تاع يوتيوب ولا تاع الانستغرام. دونك هذه هي، هذا هو الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم فقط يعني معلومات باش تعرفوا بانه هذا الوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام اصبحت تتحكم فينا، يعني كما يقولوا نويتي جوخ، يعني في الليل وفي النهار، يعني انت اصبحت مقيد. ف ربي يهدينا إن شاء الله، الله يجعل خير، ورانا دخلنا في زمن العملات الرقمية، لأنه هنا في أمريكا راهم خلاص، يعني كي تروح تشري الآن أونلاين يقول لك هل تحب تخلص بالبيتكوين ولا بالبايبال ولا بالكريدت كارد ولا ديبت كارد،
كذلك نفس الشيء، تروح الهوتيل تروح تبات في الهوتيل يقول لك اذا حبيت تخلص بالبيتكوين تخلصوا، يعني علمت البيتكوين اصبحت عمله مستعمله هنا في امريكا. وكذلك كاين اكثر من 1000 عمله رقميه، والناس اللي تستثمر في الستوك ماركت وفي روبن هود. فالعالم راح يتغير، راح يجي وقت وين الهاتف اللي عندك لازم تعرف تستعمله، تدخل به دراهم وتسهل حياتك وتقتصد من الوقت باش تعيش حياتك. يعني حتى السيارات هناك تروح تشتريهم يقول لك حبيت تدفع بالبيتكوين او حبيت تدفع يعني كاش ولا بالكارت. تقبل الله منا ومنكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. على كل حال لا يوجد جديد، هنخلي لكم التعليقات هنا اللي حاب يعلق، ونقول لكم رمضان مبارك، ربي يغفر لنا ان شاء الله، والسلام عليكم.